يا شيخ هل دعاء المؤمنين لاخوانهم شفاعة؟ نعم لا شك الشفاعة منها الدعاء دعاء لاخيك لل... لل... المسلم شفاعة له عند الله سبحانه ومن ذلك الدعاء للميت في الصلاة عليه الصلاة على الجنازة بشفاعة من الذين يصلون عليه شفاعة منهم له عند الله سبحانه أن يغفر له وأن يرحمه نعم